وبشأن تقرير هيومان رايتس ووتش عن إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين وعرقلة روسيا له من خلال فيتو وصفته أنه مسيس، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري السيد رضا سطيف. أستاذ رضا، بداية مرحبا بك. منظمة هيومان رايتس ووتش وصفت القرار الذي انتهى إليه مجلس الأمن بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين تحت ضغط فيتو روسيا أنه استهتار بحياة المدني. كيف تصف الوضع في الداخل السوري؟ أسعد الله أوقاتكم سيدي الكريم. أهلا بك. بداية، تحدثنا عبر شاشتكم الكريمة سابقا عن هذا الأمر. روسيا لم تكن تأبه لحياة المدنيين أو عذاباتهم في سوريا أو في أي مكان آخر. كانت في بداية الحصار من مناطق دمشق وريف دمشق إلى مناطق حمص إلى مناطق الشمال، كلها كانت ضمن الحصار حتى على قوت العيش، ونعلم جميعنا عدد الحالات التي حصلت سواء من الحالات المرضية أو الوفاة بسبب قلة الغذاء، منهم من أكل لحوم القطط ومنهم من أكل أوراق الأشجار. روسيا لم تكن في يوم من الأيام لها حسابات تخص المدنيين أو حماية المدنيين. كانت منذ البداية تحاول الضغط على الحاضن الشعبي للثورة، للضغط على العسكريين أو على الفصائل المقاتلة حتى تكون وسيلة للخروج من هذه المناطق وتفريغها من أهلها. ماذا يعني إدخال المساعدات من معبر واحد بعد أن ألغى القرار المعبر الثاني تحت الضغط الروسي؟ سيدي، كما ذكرتم في تقريركم، الأمر هو سياسي بحت، يعني لم يكن لجانب إنساني أو جانب حرص حتى على النظام. الأمر سياسي بحت بين الدول، ليس مع السوريين، إنما بين الدول والتي اتخذت من سوريا ملعب ومكان تصفية للحسابات، وفي أولويتها الملف السوري والملف الليبي. هي الأمر بكل صراحة تصفية حسابات من روسيا تجاه تركيا. إضافي، لن أقول لك بأن الفيتو الروسي هو فيتو روسي فقط، وإنما هو فيتو مدعوم دوليا، لكن الواجهة كانت هي روسيا في هذا الفيتو. هل هناك أهداف روسية أخرى من إغلاق المعبر الثاني الذي كانت تدخل منه المساعدات الإنسانية؟ نعم سيدي الكريم، نعلم جميعنا بأن المناطق التي تقل من خلال معبر باب السلام هي تحت حماية النفوذ التركي، والتي تم تحريرها سابقا من الميليشيات البيكيكي والبيدي الإرهابية. فلدينا عدة خيارات أو عدة احتمالات في هذا الأمر. احتمال هو أن يكون هناك من الجهات الدولية من يريد تصفيه الحساب لحساب بعض الميليشيات، إضافة للجهات العربية. هناك من يريد تصفيه حسابات مع تركيا، هناك من يريد الحصار السوريين في هذه المناطق التي نوعا ما تنتعش حاليا أو تأخذ المنحة المدني حتى لا يظهر للعالم بأن هذه المناطق أصبحت، انظروا إلى هذه المناطق وهي خارج سيطرة النظام، هي الآن أصبحت مناطق مؤسسات بدأت تبني ذاتها بذاتها حتى تكون جميعها طعنة للسوريين وللثورة بشكل عام. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ رضا سطيف، انضميت معنا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري.